النهارده النهارده هنتكلم على الكارتريج والبون، وطبعا اول حاجه هنتكلم عليها اللي هو الايه الكارتريج. نيجي نشوف الكارتريج. الكارتريج زي ما انتم شايفين بيتكون من ايه؟ بيتكون من في كولاجين فايبر ولاستيك فايبر، بس فيو جدا. السيلز بتاعته اللي هي دي بيسموها ايه؟ كوندوسايت. بيسموها ايه؟ كوندوسايت. كوندوسايت دي السيلز بتاع الكارتريج، موجودة في لاكيوني. لاكيوني يعني فراغات صغيرة، جيوب صغيرة كده زي ما انتم شايفين. كل سل متحوطة في جيب محوطها، يبقى السل اللي جوه اسمها كوندوسايت، موجودة في جيب اسمه ايه؟ لاكيوني. طب الكارتل ده مميزاته ايه؟ مميزاته انه ممكن ينشد وايه يرجع بسهولة لايه مكانه تاني. في شوية الاستيستي، في قوة ومونة في نفس الوقت، بس ما فيهوش ولا نيرف سبلاي ولا بلاد سبلاي، فبالتالي ما فيهوش بلاد سبلاي. يعني ايه؟ بور هيلينج، ما ايه ما يحصلوش هيلينج بسهوله، ما يحصلوش التئام بسهوله. افتكر كده الابيثيليوم، الابيثيليوم كان فيه نيرف سبلاي بس ما كانش فيه بلاد سبلاي، انما هنا الاثنين مش موجودين، ولا نيرف ولا بلاد سبلاي. تمام. طب ايه انواع الكارتريج بقى اللي عندنا؟ عندنا في الكارتريج اول نوع اسمه هايلاين كارتريج. هايلاين يعني ايه؟ بيقول لك جلاس عامل زي الازاز كده، تيجي تبص تلاقيه بيلمع، لانه بيتكون من جل، ده عامل لي الارضيه بتاعه الكارتريج، وادي الكوندوسايت اهي اللي هي السيلز اللي جوه دي، وادي متحوطه باللاكيوني اللي هو الجيب اللي حواليها ده. تمام. فدي اللاكيوني، وادي الكوندوسايت جواه، وادي الجل الموجود في الايه؟ في الجراوند سبستنس. طب بلاقيه فين الهايلاين كارتريج ده؟ ممكن الاقيه في الاند اوف ذا لونج بون. ادي لونج بون اهي، زي مثلا عظمه الفخذ وعظمه اللي هي الفيمر والتيبيا، عظمه الساق، وبينهم مفصل. بلاقي ادي العظمه هي متغطيه بايه؟ بهايلاين كارتريج اهو، ادي. طب ايه فايدته بقى بيغطي العظم ليه؟ عشان ما يحصلش احتكاك بين العظم وبعض. بتسمع يقول لك ده عنده خشونه في الركبه. يعني ايه خشونه في الركبه؟ الكارتريج ده انقطع، فبالتالي العظم بيحتك ببعضه، فالعيان بيحس بين بيحس بالم شديد جدا جدا جدا. يبقى اول مكان فيه اللي هو الايه؟ الاند اوف ذا لونج بون. ثاني مكان النوز اللي هي الايه؟ الانف. ممكن اللارينكس اللي هي الحنجره، وبعد الحنجره التريكيا. كل دول بلاقيهم فيهم ايه؟ هايلاين كارتريج، لان الاماكن دي مسار الهواء، لازم يكونوا مفتوحين على طول، ما ينفعش يتقفلوا لما تتخنق، فبالتالي محتاج حاجه فيها ايه؟ قوه ومونه في نفس الوقت. طب الفانكشن بتاعته ايه؟ قلنا اول حاجه بيعمل سموث سيرفيس على العظم اللي هو متبصل ببعضه وعند المفاصل، فبالتالي العظم ما بيحتكش ببعضه، فبيعمل لي سموث سيرفيس، يقلل الاحتكاك بين العظم وبعضه. تاني حاجة بيأفورد أو بيخلي فيه فلكسبيلتي. فلكسبيلتي يعني إيه؟ مونة، وفي نفس الوقت قوة سبورت. عايز مونة وقوة. يبقى الهايلاين كارتليج ده أساس اللي سموها هايلاين عشان بيلمع، بيتكون من جل، عامل لي حاجة كده مادة زي الجل عاملاه الأرضية بتاعته. بلاقيه في الإند بتاع اللونج بون الطويلة ما بين المفاصل وبعضها، عشان يخلي المفصل سموث ما يحتكش ببعضه. ممكن الاقيه في النوز، في اللارنكس، في التريكيا، الاماكن دي لازم تكون مفتوحه على طول، لازم تكون قويه ومفتوحه وفيها فلكسبيلتي. تاني نوع عندي في الكارتريج اسمه ايه؟ فايبو كارتريج. فايبو يعني ايه؟ فايبرز، وكارتريج يعني غضروف. الفايبرز اللي هي ايه؟ الكارتريج عندي اللي هو الكوندوسايت، الخلايا بتاعتي موجوده في فايبر منين؟ بالكولاجين فايبر. تمام؟ وماتريكس طبعا. ليه؟ لان انا بحتاج في النوع ده عايز قوه وعايز مونه في نفس الوقت. القوه جايه منين؟ من الكولاجين فايبر، والمونه من ايه؟ من الكوندوسايت. طب موجود فين؟ اول مثال الانتر فيرتيبرال ديسك. يعني ايه انتر فيرتيبرال ديسك؟ يعني انا عندي دي الايه؟ الايه؟ الفقرات الموجوده في العمود الفقري، ما بينهم وبين بعض في كارتريج هنا اهو. الكارتريج ده الانتر فيرتيبرال ديسك او الغضروف. تسمع عندي يقول لك عنده انزلاق غضروفي، ده الانتر فيرتيبرال ديسك. ليه؟ تخيل انت عملت جامب من مكان عالي كده وقعت،
الصدمه دي بتيجي بتضرب في ظهرك تاني، فانت عايز حاجه قويه تمتص الصدمه وفيها مرونه في نفس الوقت. تمتص الصدمه عشان الفقرات ما تخبطش في بعضها وتتكسر، وفي نفس الوقت فيها ايه؟ مرونه. تاني مثال السيمفيسيس بيوبس. ايه السيمفيسيس بيوبس دي؟ انا عندي ده عظمه الحوض، عندي عظمه حوض وعظمه حوض، والاثنين بيلتقوا مع بعض في المكان ده، المكان ده اللي هو الايه؟ السيمفيسيس بيوبس. عايز قوه عشان اربط عظمتين الحوض مع بعض، وفي نفس الوقت عايز مونه. مونه ليه؟ فاكرين انتوا بتوع الجمباز اللي في فيديو اليوم على الاخر دول؟ فانا عايز مونه في الحوض. البريجننت وومن، الست اللي عندها حمل، لازم الحمل ده بيكبر في اليوترس، اليوترس يكبر، عايز الحوض يبقى واسع، عايز مكان ايه؟ يتمدد شويه، فعايز برضك مونه من السيمفيس بيوبس دي تتمدد عشان ايه؟ تدي مونه وتوسع الحوض شويه. ثالث حاجه المنسكس اوف ذا كارتلج. ايه المنسكس ده؟ ده بيسموه الغضروف بتاع الركبه. ايه الغضروف بتاع الركبه اهو؟ ادي الغضروف بتاع الركبه، ده عباره عن زي ما يكون كده مخده موجوده ما بين الفيمر اللي فوق دي اللي هي عظمه الساق، والتيبيا اللي تحت اللي هي عظمه الايه؟ سوري، الفيمر عظمه الفخذ، والتيبيا اللي هي عظمه الساق. فالمنسكس ده عامل زي الايه؟ السفنجه كده، بيمتص الصدمات برضه، لما تيجي تعمل جامبنج ولا حاجه بيمتص الصدمه، وفي نفس الوقت بيقلل الاحتكاك ما بين الفيمر والتيبيا. يبقى الفايبروكارب ده في قوه وفي مونه، بيتكون من كوندروسايت اللي هي الخلايا بتاع الكارتريس مع كولاجين فايبرز. بلاقيه فين؟ قلنا في الانترفيرتيبال ديسك اللي هو الغضروف ما بين الفقرات، السيمفيس بيوبس اللي هو بيربط لي البيوبك بون وبعضها، وبلاقيه برضك في المنسكس اللي هو الغضروف بتاع الايه؟ الكارتريج. وقلنا ده سترونجست بارت بتاع الايه؟ الكارتريج، في قوه وفي مون. ثالث نوع من الكارتريج اسمه الاستيك كارتريج. الاستيك برضك بيكون من ايه؟ كوندوسايت اللي هي الكارتريج الغضروف، بس الفايبر هنا هتبقى ايه؟ الاستيك فايبر. من اسمه الاستيك يبقى لازم الاستيك فايبر. تمام؟ ادي الكوندوسايت اهي موجوده في اللاكيني بتاعتها، وحواليها ايه؟ الاستيك فايبر. بلاقيه فين؟ اول حاجه الابيجلوتس. ايه الابيجلوتس ده؟ ده لسان المزمار اهو. ايه لسان المزمار ده؟ انا عندي ده الماوس، ده التانج طبعا، وده الماوس، وعارفين الاكل بيجي من الماوس، المفروض انه يعدي على فين؟ على الاسوفجس، او يعدي على المريء على طول، البلعوم بعد كده المريء. فبيجي لي الابيجلوتس ده بيقفل اللارنكس، بيقفل الحنجره عشان الاكل ما ينزلش فين؟ في الحنجره. يبقى الابيجلوتس ده اللي هو الايه؟ لسان المزمار. تاني مثال لي الاوركل. ايه الاوركل اوف ذا اير؟ الاوركل اوف ذا اير اللي هو الايه؟ اللي احنا عارفينه كله ده، اللي هو الصوان بتاع الاذن. تمام؟ ده فيه طبعا مرونه، لكن في نفس الوقت قوي برضك مش ضعيف، مش لين على الاخر، في مرونه في قوه. يبقى نوع الالاستيك كارتلج ده بيديني سترينث اللي هو قوه، ويديني الاستيستي اللي هو المرونه، وبيمنتين الشيب اللي المنظر ده، يعني مينتين الشيب يعني بيخليه يحافظ على منظره او على شكله. يبقى الالاستيك كارتلج ده بيتكون من كارتلج اللي هو الكوندوسايت مع الاستيك فايبر عشان يدي مرونه. اكثر مثالين قلنا الليبيجلوتس اللي هو لسان المسمار، والاوركل الاوزائي اللي هو اسوان الاذن، وقلنا فائدته انه بيديني قوه ويديني مونه، وفي نفس الوقت يحافظ على شكل الحاجه. يبقى الكارتلج عندها ثلاث انواع: هايلاين كارتلج، وفايبرو كارتلج، والاستيك كارتلج. اخر نوع هنتكلم عليه من الكونكتيف تيشو اللي هو البون، اللي هو الايه؟ البون او العظام. البون طبعا زيه زي اي كونكتيف تيشو بيتكون من ثلاث حاجات رئيسيه: السيلز، الخلايا، الفايبرز اللي هي الالياف بتاعته، والجراوند سبستانس اللي هي الماده الموجوده فيه. بالنسبه للسيلز عندنا اربع انواع من السيلز. اول نوع اسمها اوستيوجينيك. اوستيو يعني عظمي، وجينيك يعني هي اللي بتكون العظم، دي الخلية الأساسية أو الأولية اللي هي بتكون خلايا العظم. يبقى دي الأساس، دي البذرة. البذرة زي بذرة الزرع كده اللي احنا بنزرعها، دي البذرة اللي بتطلع بعد كده العظم. يبقى أوستيوجينيك اللي هي البون فورمينج سيل، أو اللي هي بتكون العظام بعد كده. تاني عظمة اسمها أوستيوبلاست. فاكرين بلاست؟ قلنا بلاست دي الخلية الصغيرة اللي هي بتتكاثر وتطلع خلايا كبيرة. يبقى الاوستيوبلاست دي الايه؟ الخليه الصغيره. اوستيوسايت دي الماتيور سيل، دي الخليه الكبيره او الايه؟ الماتيور سيل. واخر خليه اسمها اوستيوكلاست.
كلاست يعني بتكسر، دي اللي بتتخلص من العظم القديم او العظم اللي عجز والعظم اللي كبر في السن، دي اللي بتنظف الايه وتتخلص من العظام القديم. طب بالنسبه للفايبرز، ايه الفايبرز اللي عندنا؟ هي الكولاجين فايبر. طبعا هي الكولاجين فايبر. هتقول لي الكولاجين فايبر برضك فيها الاستيستي، فيها مهونه شويه، ازاي تبقى في العظم؟ العظم اللي بيخليه هارد هو الجراوند سبستنس اللي بتتكون من الكالسيوم والفوسفوس او الفوسفيت، ده اللي بيسبب الهاردنس بتاع البون، ده اللي بيخلي البون ايه قوي وسترونج. لو جينا نتكلم على البون سيل بالتفصيل شويه، اول خلايا اللي هي الاوستيوجينيك او الاوستيوبروجينيتور سيلز، قلنا دي بتعمل ميتوتيك ديفيجن. يعني ايه ميتوتيك ديفيجن؟ انقسامات بتنقسم وتنقسم وتتحول للايه؟ للاوستيوبلاست. تمام؟ عشان كده هي عندها قدره على الانقسام والتكاثر، عشان كده بتبقى لها قدره انها ايه؟ تساعد على البون جروث، النمو بتاع العظم، واللي هو الايه؟ الهيلينج. يعني لما يبقى العظم بيكبر وانت بتشيل دهود وعمال تكبر تكبر لحد ما تطول كده، بيبقى لها دور كبير قوي قوي قوي. وبرضك لو حصل كسر في العظم لا قدر الله، مين اللي يعمل لك ريبي ويعوض العظم اللي انكسر ده ويخلي العظم يلحم؟ اللي هي الايه؟ بيساعد عليه الاوستيوجينيك سيلز. تاني نوع اللي هي الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست دي قلنا الانماتيو سيل او السيل الصغير، عندها قدره على السنس اوف كولاجين فايبر والكالسيفيكيشن بتاع البون، يعني تخلي فيه كلسم في البون عشان يخليه سترونج وهارد. بعد كده تكبر وتعيش في لاكيونيبيوت صغيره عشان يبقى اسمها ايه؟ اوستيوسايت. يبقى انا عندي الاوستيوجينيك سيل دي البذره اللي بتتحول لاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست لما تكبر تبقى اسمها ايه؟ اوستيوسايت. الاوستيوسايت اللي هي الايه؟ الماتيو بون سيل، اللي هي العظمه الماتيو اللي هي كانت اوستيوبلاست كبرت وبقى اسمها ايه؟ اوستيوسايت. جايه من الاوستيوبلاست، قلنا بتعيش في لاكيوني كده مقفول عليها، ودي بقى ايه؟ موجوده ايه؟ في لاكيوني. طبعا هي بتبقى ماتيو واولد ايج شويه، فما عندهاش القدره على التكاثر والسيل ديفيجن، ما بتقدرش تجيب سيلز ثانيه، خلاص ما بتقدرش تعمل ديفيجن، ما بتعملش جينيريشن جديده، ما بتقدرش تجيب اجيال جديده. امال مين بيجيب اجيال جديده؟ الاوستيوبلاست. خلي بالك، امال فايدتها ايه؟ فايدتها انها تحافظ على الماتريكس، تحافظ على القوه بتاع العظم، الهاردنس بتاع البون. يبقى انا عندي الاوستيوسايت دي كان اصلها ايه؟ اوستيوبلاست كبرت بتعيش في لاكوني، ما عندهاش قدرة على السيل ديفيجن، لكن فايدتها انها منتين السيل او منتين البون ماتريكس. يبقى ده عندنا الاوستيوجينيك سيل اهي، قلنا دي البذرة الأساسية بتتكاثر وتنقسم عشان تدي اوستيو بلاست، والاوستيو بلاست دي بتنمو وتكبر ويبقى اسمها ايه؟ اوستيو سايت. الاوستيوجينيك دي قلنا البرايمري سيل، الاوستيو بلاست دي بتعمل الاكسترا سيلر ماتريكس، والاوستيوسايت تعمل منتين للبون تيشو. اخر نوع من البون سيل اسمه اوستيوكلاست. اوستيوكلاست دي مالتي نيوكليتد جاينت سيل، خلايا ضخمه كبيره جدا. مالتي نيوكليت يعني فيها نيوكلاس كتير قوي، عندها قدره تعمل ري ابزوربشن وري مولدنج البون. يعني ري ابزوربشن يعني البون القديم اللي ينكسر تطلع لايزومال انزيمز، قلنا اللايزومز اللي لو تفتكروا مكونات الخلايا اللي هي بتعمل بتاكل الفون بودي او بتاكل الاولد بون او البون اللي هو كبر في السن وعجز، او البون حصل له فيه ديفورميتي تبتدي تاكله وتتخلص منه ويبتدي يحصل له ابزوربشن ويحصل ريمولدنج للبون يعيد تشكيل نفسه ثاني. فالاوستيوكلاست دي لها دور مهم جدا جدا جدا، هي تعتبر الماكروفيج بتاع البون، هي اللي هي تعتبر الخليه اللي بتنظف البون من البون القديم وتتخلص من البون اللي هو الاولد ايج والكبير في السن. البون تيشو عندنا فيه غلافين، لان البون يا جماعه فيه من بره فيه اكسترنال سيرفيس وداخله فيه كافيتي. كافيتي يعني ايه؟ تجويف. التجويف ده اللي فيه النخاع. التجويف ده اللي فيه النخاع اللي هو البون مارو اللي بيصنع المصنع بتاع البلاست سيلز. فبالتالي عندي غلافين، غلاف خارجي اسمه بيري اوستيوم، بيري يعني حول اللي هو بره ده يعني خارجي، وعندي غلاف ثاني من جوه اسمه اندو. اندو يعني ايه؟ داخلي. اندو اوستيوم اللي هو من جوه ده،
اللي بيغطي لي الايه البون كافيتي من جوه. يبقى انا عندي بيري اوستيوم اللي هو الخارجي الغلاف الخارجي من بره، واندو اوستيوم اللي هو الايه من جوه وبيغطي البون كافيتي من ايه من الداخل. طيب هل اللايف ستايل، ايه اللايف ستايل ده؟ يعني واحد بيلعب رياضه وعلى طول بيمارس رياضه، بيمشي بيعمل جامبنج، بيلعب كره قدم، بيلعب وات ايفر باسكت بول اي لعبه، في واحد تاني قاعد على طول قاعد على اللابتوب، قاعد على الايفون، قاعد على الايباد، عمال حياته كلها على الايه ستيشنري، قاعد في مكانه، هل بيفرق؟ اه بيفرق طبعا. عندنا حاجه اسمها وولف زو. ايه وولف زو ده؟ كل ما تتحرك اكتر كل ما العضلات بتاعتك تتحرك. طب والعضلات دي ماسكه في ايه؟ العضلات دي اتاشت للبون، ماسكه في البون، فبتعمل بولنج للبون، بتشد عليه، فبالتالي لما تشد عليه تستيموليت البون ان يعمل بون سيلز جديده ويتخلص من البون سيلز القديمه، فعلى طول يبقى شباب، البون ده يبقى شباب على طول، بيعمل بون سيلز جديده وتخلص من البون القديمه، فبالتالي يبقى سترونج وقوي. فاللايف ستايل مهم جدا، وممارسه الرياضه مهمه جدا جدا، لان ممارسه الرياضه بتحرك العضلات، وتحريك العضلات بيعمل بولينج على البون، والبولينج على البون ده بيعمل ميكانيكال ستريس على البون، فبيخلي ستيموليشن لفورمينج بون سيلز جديده ويتخلص من البون سيلز القديمه او الاولد. ان سمري عندنا الكونكتيف تيشو بيتكون من ثلاث مكونات رئيسيين: سيلز، فايبرز، وجراوند سبستانس. السيلز قلنا عندنا ست انواع من السيلز: الفايبروبلاست اللي هي بتصنع الفايبرز، ومهمه جدا في السكار هيلينج وهيلينج اوف ذا ووند. ماكروفاج بتعمل ديفنس باي فاجوسايدوس، بتاكل اي فارم بودي او ميكروبس. بلازما سيل بيديوس انتي بوديز. المصل سيلز بيديوس هيستامين اللي هو بنستعمله في الالرجيك رياكشن. اديبوسايتس اللي هي الخلايا الدهنيه اللي هي بتخزن الفات وتخزن الانرجي. والهوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء اللي هي بتبقى لها دور كبير جدا في المناعه بتاع الجسم. الفايبرز عندنا قلنا عندنا كولاجين فايبر، دي كولاجين فايبر تبقى سترونج ولكن في نفس الوقت فيها فلكسبيليتي او مونه، ونلاقيها في البون، في العض، في الغضاريف، في الليجامنت، في التندون. عندنا الاستيك فايبر فيها الاستيس طبعا زي السكن مثلا او الوول بتاع بلاد فيزلز او اللنج. الريتيكولار فايبر دي كولاجين فايبر برضك لكن سبورت يعني ارينجد ان نتورك او فاين باندلز، موجوده في الاورجان زي الليفر او السبلين او اللينف نود. الكونكتيف تيشو عندنا ثلاث انواع رئيسيين: لوز كونكتيف تيشو، ودنس كونكتيف تيشو، وفي الكارتج. اللوز كونكتيف تيشو ثلاث انواع: ايرولر كونكتيف تيشو وانه موجود حوالين الاورجان او في السبتينيس تيشو. اديبوس تيشو اللي هو طبعا قلنا ايه نسيج دهني، بيبقى هوايت في الادلت براون في البيبز، وقلنا فانكشن بتاعته اللي هو الايه ميزر سورس اوف انرجي، وبيعمل انسوليشن او عزل للايه للجسم. ريتيكولار كونكتيف تيشو بيبقى موجود في الليفر، في الليمف نود، في السبلين، وفائدته قلنا بيعمل الاستروما بتاع الاورجن، وفي نفس الوقت بيعمل فلتريشن ويموف اي ون بلاد سيلز ماتت او مايكروبس او فون بودي او اي حاجه. الدنس كونكتيف تيشو عندنا الريجولر وعندنا الريجولر. الريجولر موجود قلنا في التندون وفي الليجمنت، وده عشان بيدي سترينث وقوه. الريجولر موجود مثلا في البيوستيم او بيريكارديوم او السكن، وبيدينا سترينث برضك. الالاستيك في الاماكن اللي محتاج فيها الاستيسي زي اللنج طبعا والوول بتاع بلاد فيزلز و الارتريز او الفينز. طبعا مهم جدا ان هو ايه بيبقى سترونج وبيرجع تاني للحجم الطبيعي بتاعه. الكارتريج او الغضروف طبعا مهم جدا نعرف ان هو ما فيهوش نيرفس، ما فيهوش بلاد سبلاي، تمام. في بيكون من السلسلة بتاع اسمها كوندوسايت، والكوندوسايت دي او بمعنى اصح الكارتريج ده متحوط بغلاف اسمه ايه بيري كونديوم. بيري يعني حول، وكونديوم حو ايه حوالين الكارتريج. عندي ثلاث انواع: هايلاين كارتج اللي هو بيلمع موجود في الاند اوف ذا لونج بون، تمام، وبيديني سموث سيرفيس وبيديني فلكسبيليتي. فايبرو كارتج زي موجود في الانتر فيرتبرال ديسك اللي هو الغضروف او السيمفيس بيوبس قلنا اللي هو الايه اللي هو المفصل ما بين عضلتين الحوض، او غضروف الركبه اللي هو الايه المينيسكس، او الاستيك زي اللي قلنا زي الايه الابيجلوتس او
الاوركل بتاع الاير اللي هو لسان المزمار او صوان الاذن. Thank you and see you in the next lecture.